كل مناسبه ديال الكوب مثلا كاس العالم كاس افريقيا كدير هذه الحرفه هذه ديال الدربوات ديال البلاد التونيات كاسكيطات. واش نقول لك الحمد لله كل مناسبه كندير هذا الشيء. انا كل مناسبه على حساب المناسبه. دابا كاين ان شاء الله كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه المباراه الاولى ضد كرواتيا. كنطالبوا من الله حنا دايرين السبب وحنا عند الله فهمتي. كنتمنى ان المنتخب الوطني يتاهل الدور الثاني باش تبقى مروج الحركه. كنتمناو باش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الماتش هذا راه صعيب وحنا كنتمناو من الله يدوزوها من الدور الاول بعدا يفرحوا الناس يفرحوا الشعب المغربي. وكيدير الرواج يعني الاقبال على الدربوات ديال البلاد والكاسكيطات. لا لا الحمد لله الناس توقف على تشري كيتقداو من عندك تيتقداو لي كاسكيط لي درابو لي بالون تما تشوف اخويا راه عندي الصامبوات عندي الطاقيات مزيانين عندي لي شاب. لا رشك منوع ان مروج الحركه يعني انسان عنده الروح الوطنيه. الحمد لله الناس عرفني انا راه مشى هاد لافيت ديال المونديال راه كل كاسي ديال لافيد عيد الاستقلال عيد الاعياد الوطنيه كنمشي مع الاعياد. وبهذه المناسبه ديال الكره راه تشوف اخويا الماتش الاولاني باقي على الله تنطلبوا من الله. دابا الاعياد الوطنيه جاو يعني متزامنين مع كاس العالم. على كاس العالم وبهذا المنبر وهذه المناسبه راه تنسلم كاع على جميع خوشي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وتنتمناو يساندوا المنتخب الوطني حتى الدقيقه 90. التوقعات ديالك ديال الماتش ديال المغرب وكرواتيا. المغرب وكرواتيا اش غنقول لك اخويا المهم الدور الاول انا 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 بالنسبه للتخمينات ديالي الدور الاول غندوزو ان شاء الله غيتاهلوا الغرب ان شاء الله من فمك ربي.